بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا بكم في درس جديد من دورة إنشاء وتطبيق أنظمة ذات الجودة طبقا لمواصفات ISO 9001. كنا في الدرسين السابقين بدينا في البنود الرئيسية للمواصفات ISO 9001، شفنا البند الرابع المتعلق بمتطلبات أنظمة ذات الجودة، شفنا المتطلبات العامة المتعلقة بتحديد العمليات وفعالية العمليات وإجراء العمليات خارجية المصدر، شفنا البند 4.2 متعلق بمتطلبات التوثيق اللي هي المتطلبات اللي انا لازم تكون موجوده عشان يكون عندي نظام اداري موثق. طبعا زي ما قلنا اجراء ضبط السجلات، ضبط الوثائق، دليل الجوده، سياسه الجوده اللي احنا شفناهم في البند 4.2. شفنا في الدرس السابق البند الخامس متعلق بمسؤوليات الاداره، وشفنا البنود المتعلقه فيه زي ما شفنا بند هو تعيين ممثل الاداره ومراجعة الإدارة. المراجعة لازم تكون موجودة، إجراء مراجعة الإدارة لازم يكون وفق فترات زمنية محددة. اليوم بإذن الله ندخل في البند السادس المتعلق بإدارة الموارد. البند السادس إدارة الموارد اللي هو ريسورس مانجمنت، بتكون عندي من 4 بنود فرعية. البند الأول هو البند 6.1 توفير الموارد، البند 6.2 الموارد البشرية بنبثق منه ببنودين فرعيين، و 6.1 عام بتكلمنا عن الموارد البشرية، توفير الموارد البشرية بشكل عام. والبند 6.2.2 اتكلمنا عن الكفاءة والتدريب والتوعية للموارد البشرية. يعني فكان البند 6.2.1 اتكلمنا بشكل عام ان احنا نوفر موارد بشرية ذات خبرة وكفاءة، والبند 6.2.2 اتكلمنا عن آليات تدريب وتوعية الموارد البشرية بنظام ذات الجودة. البند 6.3 اتكلمنا عن البنية التحتية، برضه اتكلمنا عن كموارد من الموارد اللي لازم نوفرها، لازم المؤسسة توفرها داخل المؤسسة توفر البنية التحتية. البند 6.4 اتكلمنا عن بيئة العمل، بيئة العمل لازم اوفرها داخل نظام إدارة الجودة. نبدأ مع بعض كده كبند إدارة الموارد. في البند 6.1 يتعلق بتوفير الموارد. طبعا يعني قبل ما أبدأ كده بتوفير الموارد لازم نعرف يعني إيه بشكل عام إدارة الموارد، يعني إيه كلمة موارد. بقول أسمع سؤال كده دايما مصطلح ريسورس مانجمنت موجود كمادة كده في إدارة الأعمال أو في المحاسبة أو في ساعات بياخدوها مثلا في المواد الاداريه بشكل عام كده. فريسورس مانجمنت بشكل عام كده ان احنا نقدر نقول انه يعني اي مؤسسه او اي قسم اسم اداري مثلا على سبيل المثال، فهو لازم يعمل حاجه اسمها توفير الموارد. فموارد يعني انا فعليا انا عايز اوفر موارد ماليه، يعني عايز اوفر مال، موارد ماليه مال، عايز اوفر موارد بشريه عامله يعني قوه عامله، موارد بشريه يعني قوه عامله، عايز اوفر برضه موارد ماديه، يعني عايز اوفر مثلا وسائل انتاج معلوماتيه، مخزونات المخازن وما الى ذلك. فانا فعليا بقول احنا اداره الموارد، يعني انا فعليا عايز اوفر الموارد لتحرك المؤسسه بالحجم المناسب وفي الوقت المناسب. هي الفكره كده، يعني هو توفير الموارد بشكل عام من هنا ريسورس مانجمنت. يعني انا فعليا عايز اوفر الموارد اللي عايزها المؤسسه، سواء موارد بشريه، موارد ماديه، موارد ماليه، ماكينات، معلومات، وسائل انتاج، عايز اوفرها بالحجم المناسب والوقت المناسب. هو يقول لي هنا 6.1 توفير الموارد بشكل عام، يقول لك هنا يجب على المؤسسه ان تحدد وتوفر الموارد البشريه والماديه اللازمه فيما يخص اول شيء تطبيق نظام اداره الجوده او المحافظه عليه مع تحسين مستمر للعمليات. بشكل عام كده بقول لي ان احنا فعليا لازم يكون انا فعليا عايز اطبق نظام اداره الجوده، مش معقوله طبعا نظام اداره الجوده وانا ما عنديش موارد بشريه كافيه انا تأدي عمليات النظام. مش معقول عايز اعمل نظام ذات الجوده وانا فعليا ما عنديش يعني موارد بشريه كافيه ان انا فعليا اطبق فعليا نظام ذات الجوده. انا زي ما احنا عارفين نظام ذات الجوده عايز مثلا يكون عندي موظفين متعلقين بضبط السجلات، موظفين متعلقين مثلا بخدمات الزبائن، موظفين متعلقين بخدمات ما بعد البيع وهكذا. فعندي لازم يكون عندي يكون هناك ادارات مستحدثه طبعا داخل نظام ذات الجوده، يعني قسم مراقبه الجوده، قسم تأكيد الجوده متعلق مثلا توفير العمليات اللي هي فعليا تكون يعني تطبق تطبيق فعلا نظام ذات الجوده. فانا فعليا لازم يوفر موارد بشريه ويوفر موارد ماديه، لان يمكن قد يكون مثلا احسن من نظام ذات الجوده عندي، احسن مثلا زي ما شفنا اهداف الجوده في الدرس السابق. شوف مثلا هدف الجوده انا عايز اقلل من نسبه التلف، يعني عايز فعليا يعني نظام ذات الجوده يكون له تطبيق فعلا على ارض الواقع، فعايز انا اقلل من نسبه التلف. انا فعليا عايز موارد ماديه، عايز اجيب مكانات جديده، او عايز ادرب العمال على المكانات الجديده دي، عايز اجيب مثلا مواد خام مثلا افضل من مواد الخام اللي انا بشتريها، قد تكون مواد الخام مثلا اغلى وهكذا. فعليا عايز مثلا اوفر مثلا
وسائل تخزين مثلا افضل من وسائل تخزين انا بخزنها، مثلا اجيب ايه مكيفات جديده وسائل تبريد مثلا على اساس ايه امنع الرطوبه وما الى ذلك. فعلا عايز اوفر ايه موارد بشريه وماديه لازمه فيما يخص ايه تقديم نظام الجوده، وايضا ايه فيما يخص ايه تلبيه مطالبات الزبائن وتعزيز رضاهم. لازم يكون عندي انا قسم خدمه العملاء، ما فيش امكانيه خدمه العملاء يتكلم يشوف لي مطالبات الزبائن ويعمل نظام تسويق للمنتج. انا مش يعني بس ايه همشي على الزبائن اللي عندي وبس، لا لازم يكون عندي ايه قسم لتلبيه ايه مطالبات الزبائن. فانا فعليا هنا الموارد اللي انا بشتغل عليه في مصر في البند السادس في مصر في واحد بيتكلم عن الموارد البشريه، بيتكلم عن البنيه التحتيه يعني المباني والمرافق ووسائل النقل والمواصلات والاتصالات، بيتكلم برضه عن بيئه العمل اللي لازم اوفرها بيئه عمل مناسبه ايه حتى ايه يعمل فيها العمال. فعلا كده بشتغل على الموارد البشريه، توفير الموارد بيتكلم عن الموارد البشريه البند 622 62 اسف بيتفرع على فرعين، بس ده ثلاثه كان على البنيه التحتيه وبند 6 4 كان على بيئه العمل. فدي الموارد اللي بشتغل عليها. فدي كل بعض ما فين الموارد الماليه، لا هي الفكره ان المواصله 9001 ما بتشتغلش على الموارد الماليه، يعني انت لو فتحت المواصله 9001 من اولها لاخرها مش هتشوف حاجه اسمها موارد ماليه. فدي قد تكون يعني ايه كده يعني ايه هي يعني حاجه كده مفقوده في المواصله 9001، يعني ما بتتكلمش على البند المالي، يعني البند المالي مش موجود في المواصله 9001. الكلام ايه يقول لك إيه نظام اداره جوده، انا بدير اداره جوده. قد يكون بعض ازاي انا بطبق 9001 في البنك ماشي بيتطبق على نظام اداره جوده البنك، ما بتتكلمش على نظام اداره ايه اموال البنك، لا يتكلم على نظام اداره ايه البنك. ففعلا هنا الموارد الماليه مش ايه مش داخله في نظام البند ايه اداره الموارد البند السادس من الوصفه. بند 6.2 بيتكلم عن ايه؟ عن الموارد البشريه، زي ما قلنا احنا ايه الموارد البشريه يعني القوه العامله داخل مؤسسه او الافراد داخل مؤسسه، قد يعني يطلق عليها رمز مثلا ايه اللي هو راس المال البشري زي ما بيقولوا عنه، لكن ايه نذكر راس المال البشري كده ايه يعني وجهه نظر كده اضيق، لكن ايه يعني الموارد البشريه زي ما قلنا يعني هم الافراد المشكلين او يعني القوه العامله داخل المؤسسه، الافراد المشكلين القوه العامله داخل المؤسسه يعني في قطاع اعمال في اقتصاد فيما ذلك، هم ايه هم دي الموارد البشريه اللي انا لازم ايه يعني راس المال البشري دول لازم ايه احافظ عليهم. فانا فعليا هنا بنتكلم على اداره الموارد يعني اداره الموارد البشريه، فانا فعليا عايز هنا ايه يكون عندي اداء للموظفين اداء يؤدوا الفعاليات والانشطه داخل المؤسسه ويكون ايه حتى يوصلوا لاعلى مستوى انتاجيه داخل المؤسسه بكفاءه وفعاليه. فانا فعليا هنا لما هو اتكلم عن اداره موارد بشريه فانا فعليا عايز ايه؟ عايز فعليا الموارد البشريه دي تؤدي الفعاليات والانشطه داخل المؤسسه وايه باعلى مستوى من الانتاجيه وايه ومستوى ايه كفاءه وكفاءه كده وفعاليه حتى ايه نستطيع ايه يعني الموظف ده داخل المؤسسه ده انه ينسي يعني يسهم في تحقيق اهداف الجوده وينتج كويس حتى انه ايه يعني يزيد حصه الشركه في السوق مثلا كده وحتى ايه وايه ويحافظ فعليا على ايه يعني ايه سمعه الشركه. فانا فعليا اداره الموارد البشريه انا فعليا ايه بشتغل على ايه راس المال البشري ده القوه العامله داخل المؤسسه. فاهم بتكلم عن الموارد البشريه في كل 6.1 عام كده، واللي يجب ان يكون العاملون المكلفون بأعمال محددة تؤثر على تطابق مطالبات المنتج. يعني أنا عندي منتج مثلا داخل المؤسسة سواء كان مثلا بسكويت، شوكولاتة، مصنع أغذية، مصنع برامج حاسوب، فأنا أي عامل مكلف بأعمال محددة تأثر على تطابق مطالبات المنتج لازم يكون مؤهل لأدائها وذو كفاءة على أساس إيه من التعليم والتدريب والمهارات والخبرة المناسبة. فأنا فعليا هنا أنا عايز إيه فعليا أنا يعني يكون عندي موارد بشريه لازم ايه فعليا يكون ايه جايب مواد بشريه مؤهله لادائها وذو كفاءه ومتعلمه كويس ومدربه كويس ومهارات وخبره مناسبه. فبقول لك إيه انت الخلاصه كده وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، هي الخلاصه كده. عشان انت تقول لي والله انا عايز اعمل جوده على اساس اطابق مطالبات المنتج مع رغبات مطالبات الزبون لازم انا اجيب ايه عامل ذو كفاءه، يعني احط الرجل المناسب في المكان المناسب، ما اجيش انا اقول له والله انا عامل نظام اداره جوده وانا فعليا حاطط ايه رجل الخطا في المكان الخطا، لا فانا فعليا عايز ايه خلاص كده انا اضع الرجل المناسب في المكان المناسب حتى انا فعليا احقق المقصد من الجوده هي تطابق مطالبات المنتج مع ايه مع مطالبات الزبون. ف 6.1 عام بيقول لي كده ايه اجراء الجوده اجراء كده الموارد البشريه، انا فعليا استطيع ان انا ايه يكون عندي ايه اليه لتحديد افراد مؤهلين ذو كفاءه في ايه في العمل اللي بيقوموا فيه. 6.2 اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا على التدريب بشكل عام، هو الكفاءه والتوعيه والتدريب لكن فعلا ايه بركز على اليه التدريب. بيقول لازم انت تحدد الكفاءات المطلوبه للافراد القائمين بعمل تؤثر على جوده المنتج، ايه الكفاءات المطلوبه دي؟ هي يعني اللي بتتعلق في تطابق مطالبات المنتج مع مطالبات الزبون. فهنا ايه الكفاءه دي هي لازم ايه عملها تدريب اساس ايه تحقق الكفاءه دي اللازمه، يعني فعلا احدد ايه الكفاءات دي واحط تدريب اساس ايه اعزز من كفاءتهم تمام كده، وبعد كده اقيم مدى فعاليه الاجراءات المتخذه اشوف فعليا هل ايه التدريب بتاعهم فعليا اتاكلوه ولا لا، ولا فعلا هم اتدربوا كده ايه من اجل التدريب وفعلا ما حققوش حاجه وما ساهموش في ايه تحقيق اهداف الجوده او في تقليل من نسبه التالف في المخرجات. ففعليا هي لازم اتاكد ان العاملين فعليا على وعي باهميه العمل اللي تقوم بها وكيفيه مساهمتها في تحقيق اهداف الجوده. يعني فعليا انا اقول له والله العامل ده انت فعليا انت بتساهم فعليا
في ايه في في ايه في سمعه المؤسسه، في التزام فعليا في ايه ان تحقق الشركه انها تحصل الشركه مثلا على شهاده ايه الايزو 9001. فعليا إيه لازم ايه اتاكد فعليا ان يكون في كفاءه وتوعيه، شوف الكفاءه وتوعيه وتدريب كفاءه، ان انا فعليا الكفاءات دي حافظ عليها احطها في مكانها المناسب واعملها تدريب تمام ادربها اساس ايه يكون ايه الكفاءه دي فعليا ايه الموظف يعني مش انه خلاص اشتغل وخلاص ايه درب، لانه ايه كل انسان ايه كل انسان ما هو عايش لازم ايه يبقى متعلم متعلم مش إيه خلاص علمه على ايه ايه في علمه عند نقطه معينه، لازم إيه لازم فينا على وعي باهميه العمل اللي بيقوم بيها، فعلا مش انه عمل بيقوم بيه وخلاص، يعني زي ما قلنا ان العامل ايه بيعمل بس 8 ساعات من اجل ايه الراتب، لكن بيعمل 10 ساعات من اجل ايه من اجل المدير الجيد، لكن بيعمل 24 ساعه من اجل الفكره اللي بيعمل فيها. فعلا انا فعلا لا انا عايز العامل فعلا يكون واعي، العامل واعي يكون عنده فكره انه فعلا هو بيعمل العمل ده باتقان، يعني ايه صدق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب العمل عليكم عملا ان تكونوا، ففعلا اهم العمل يكون فيه مش بيعمل 7 ساعات للراتب وخلاص، لا هو فعلا بيعمل لفكره يعمل بها اللي هي ايه تحقق هدف الجوده، وانه فعليا المؤسسه دي اللي بيشتغل فيها انها تحصل على شهاده الايزو 9001 وفعلا يطبق الجوده ايه تطبيق ايه يعني ايه فرق إيه هام كده. برضه ايه لازم فعلا لازم احتفظ بسجلات مناسبه للتعليم والتدريب والخبره، ده شغل ده شغل مشغول اداريا يعني شغلانه تحفظ سجلات بالخبره خبره الموظفين اتدربوا فين خلال سنوات العمل داخل المؤسسه، تعليمهم ايه ايه خبرتهم التعليميه بكالوريوس ماجستير وما الى ذلك، فايه الدبلوم الصناعي اللي ماخده وكذا، فلازم ايه فعلا لازم احتفظ بسجلات. طبعا ده كلام شفنا في بند 424 اللي هو حفظ السجلات نتذكره مع بعض. فعلا هنا الكفاءه والتوعيه والتدريب تعلق لك يعني هو ايه وتعلق لك في مجال التدريب، يعني فعلا صح انا عملنا الرجل مثلا في مكان مناسب في بند 621، لكن فعلا هنا بتعلق بايه باجراء التدريب ان فعلا ازاي ادرب الموظف داخل المؤسسه. ندخل بعد كده بسرعه كده بند 63 بتتعلق في البنيه التحتيه، بيقول لك خيمه المؤسسه بتوفير البنيه التحتيه او الحفاظ بتوفير والحفاظ على البنيه التحتيه اللازم لتحقيق متطلبات مطابقه المنتج والمتطلبات، نفس الحاجه لازم انا فعليا المؤسسه ايه توفر البنيه التحتيه طبعا تشمل ايه المباني ومساحات عمل مناسبه مرافق وتحويل من امكانيات، تشمل طبعا ايه اجهزه برامج معدات شبكات خدمات مساعده زي النقل والاتصالات نزل المعلومات، يعني كده ايه كلام عام كده بيتكلم بشكل عام فعليا لازم ايه المؤسسه بتوفر ايه بنيه تحتيه على اساس ان الموظف يعمل ايه بيعمل بشكل كويس، يعني فعلا الموظف عايز يعمل بشكل كويس فلازم ايه يكون موفر ايه مباني ومساحه عمل مناسبه على اساس انه فعلا ايه يستطيع انه ايه اللي يؤدي عمله بشكل كويس، ايه اجهزه وبرامج ومعدات وشبكات اتصال وايضا ايه وسائل نقل ومواصلات وكذلك نظم المعلومات المتعلقه بايه مثلا ايه شبكات الكمبيوتر وما الى ذلك. 6-4 نفس الشيء موارد بتكلم عن بيئه العمل، طبعا مصطلح بيئه العمل يعني هي الظروف التي يؤدي العمل ايه تحتها، ايه بيئه العمل؟ البيئه اللي انا عايش فيها هي الظروف التي ايه يعني ايه بيؤدي العمل تحتها، يعني زي الظروف البدنيه، الظروف البيئيه، العوامل الاخرى زي مثلا ايه يعني بقول لك ايه لازم المؤسسه مثلا ايه تستطيع انها توفر وتدير بيئه العمل المطلوبه لانتاج المنتج، زي درجه الحراره مثلا تكون درجه حراره كويسه لانتاج المنتج، الهويه كويسه، الاضاءه، الضوضاء تمنع الضوضاء، تمنع الرطوبه، يكون في يعني ايه مستوى تبريد كويس حتى يتحقق فعلا مطابقه المنتج والمتطلبات. فعلا ايه زي ما احنا شفنا كده يعني بنود كده عامه تتعلق في الموارد توفير الموارد زي ما وفرنا في الموارد البشريه برضه نركز على ايه على البنيه التحتيه وبيئه العمل. ففعلا كده يعني نقدر كده نلخص البند 6 كده بند كده 6 صغير كده نقدر نلخصه ونقول احنا بند 6 1 متعلق بتوفير الموارد، احنا هنعمل ايه نعمل اجراء توفير الموارد يعني ازاي فعليا نوفر ايه الموارد ايه بشكل عام. 6-2-1 بتكلم عن الموارد البشريه واجراء الموارد البشريه ازاي احنا فعليا ايه نحط الرجل المناسب في المكان المناسب وايه اليه مثلا اختيار الموارد البشريه إيه مثلا مقابلات امتحانات وما الى ذلك، إيه يعني اجراء الموارد البشريه داخل المؤسسه زي فعلا تختار موارد بشريه داخل المؤسسه ولا هي تختارها على طريق الواسطه مثلا، اشوف ايه لازم يكون في اجراء طبعا ايه فعلي انه يكون فعلا اجراء الموارد البشريه بختارها طبقا ايه لخبرتها طبقا ايه لتعليمها. الكفاءه والتوعيه والتدريب يكون عندي اجراء تدريب زي ايه فعليا انا استطيع ان اعمل احتياجات التدريب داخل المؤسسه وزي فعليا انا ايه استطيع ان اعمل الحقيبه التدريبيه اللازمه للموظف. اجراء البنيه التحتيه وبيئه العمل يكون البندين دول يكون عملوا اجراء واحد ورايح راسنا، يعمل اجراء البنيه التحتيه وبيئه العمل لان هم ايه يعني ايه بندين مشتركين، يعني لما اجراء البنيه التحتيه وبيئه العمل الاثنين مع بعض يدخلوا مع بعض في اجراء البنيه التحتيه وبيئه العمل. كده احنا شفنا كده البند السادس اربع عندنا طبعا اربع اجراءات، اجراء توفير الموارد، اجراء الموارد البشريه، اجراء التدريب، اجراء البنيه التحتيه. كده خلصنا البند السادس، ندخل بعدها كده باذن الله في المحاضره الجايه البند السابع كده نقول شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.